يا جماعة الخير الأجانب يقولون العرب يحطون اللي تحت يجي بالثلاجة، هذه الرفوف اللي تحت بالثلاجة نسحب دايم يجي لونه مائي أكثر ما نحط بدايم. وش نحط بحنا؟ نحط بالخضار والفواكه وبعض الأكياس اللي نربطهن. يقولون لا هذا أصل مصنوع مو للشي ذا. طيب مصنوع للويش؟ يقولون هذا مصنوع للأسماك الحية عشان تأخذها طازجة. يا رجل وشلون؟ فحنا غلطانين يعني؟ ما ندري يا جماعة الخير. طلع اللي بالثلاجة ذا اللي تحت يسحب، اللي يجي يسحب، كل واحد عنده ثلاجة يروح يشوفه، اللي يسحب ذا طلع تعبيه ماء وتحط بالسمك حي علشان تأخذ من الثلاجة طازج وتطبخه وتاكله طازج. طيب وشلون بارد؟ ثلاجة باردة وكذا. قالوا عادي السمك يعيش بالماء البارد بالماء الحار، لأنه بالبحر يجمد البحر، يجمد البحر وجليد وعايش السمك. ها والله اقنعوني فعلا، صحيح كأني اقتنعت أنا. وش رأيكم أنتم؟ إذا أنتم مثلي أول مرة تدرون عن هذه المعلومة اكتبوا لنا بالكومنتات. أول مرة هدري أن هذا تبع السمك اللي واضح بالصورة قدامكم.